اذكر، احبها لها اذكر، اذكر سبب يؤدي الى احتجاز سيارتك. شنو هذا السبب اللي تخلي إدارة شرطة المرور تحتجز السيارة؟ عدم يعني إجازة السوق، يعني ما رخصة السياقة. رخصة السياقة، خلينا نشوف. عدم وجود رخصة سياقة. نعم، برافو، موجود، وهو يعني سادس احتمال. خلينا نشوف ست إكرام شنو. الوقوف في الأماكن الغير مخصصة، الأماكن الممنوعة، الأماكن وقوف في الأماكن الغير مخصصة للتوقف. خلينا نشوف، موجود؟ صح، التوقف في مكان مخالف، يضطرون يشوفون السيارة واقفة يسحبوها إلى المكان اللي خاص بالحجز. إذن شكرا سيدة وفاء، وتفضلي سيدة إكرام. وخلينا نشوف الآن، خلينا نشوف أخ مصطفى. مصطفى اعطيني سبب واحد تخلي شرطة المرور تحجز سيارتك. تكون سيارة ما بها سنوية أو منتهية، يعني مثلا يعني الأوراق الثبوتية، أوراق السيارة الملكية، أوراق السيارة متوفرة. خلينا نشوف. نعم، وهبة. السرعة، مخالفة السرعة. ها؟ مخالفة السرعة. السرعة، خلينا نشوف. السرعة خطأ، خطأ أول. سرعة هذا ربما كاميرا تلتقط وبعدين يخالفوه. خلينا نشوف الأخ أحمد. رخصة الإجازة منتهية. شنو؟ يكون الإجازة السوق منتهية. مو قلنا رخصة السياقة انتهى يعني. نعم، شنو عندك بعد؟ توقف. اذكر سبب يؤدي إلى احتجاز سيارتك. الوقوف باب مركز مخفر شرطة، يعني مخفر شرطة. خلينا نشوف. التوقف أمام مركز شرطة. الخطأ الثاني، عليكم أن تفكرون. طبعاً أنا مرد أنه مرة ساعدتكم، مرة ثانية ما ساعدكم. هو التوقف الممنوع، هو خلاص فوق. التوقف في مكان مخالف. نعم ست إكرام. حادث مروري، الاصطدام. حادث مروري، اصطدام. نبكي رحين هواية مو جمع. حادث مروري، اصطدام. ومصطفى. عمر الساق يكون انه ما يقدر يسوق، عمره ما مسموح به، لا يسمح عمره، لا يسمح بالسياقه بسبب العمر. خطا مع الاسف. نروح اذا الى العلي. والعلي باقي عندكم ثلاث احتمالات. ما هي الاسباب التي تستوجب انه يحجزون السياره؟ سين. ضرب الاشاره الحمراء. ضرب الإشارة الحمراء. يعني ما يوقف الجراف لايت. اجتياز الإشارة الحمراء. ليلى. عدم وضع حزام أمان. حزام الأمان. والآن أستاذ مجاهد، يعني ما تختار من عندهم أو أنت تختار جواب آخر. عدم التوقف بالإشارة. عدم التوقف بالإشارة المرورية، يعني إشارة الحمراء بالترافيك لايت، يعني ضرب الإشارة. نعم. عدم ضرب الإشارة. نعم. الحمراء. نعم، خلينا نشوف. ضرب الإشارة الحمراء. خطأ.